فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل حصل عليه حادث في رمضان وأفطر 13 يوما، ثم حصل عليه حادث قبل رمضان هذا العام، حادث في العام الماضي، يقول حصل عليه حادث قبل رمضان هذا العام بيوم ومات، ولم يقضي هذه الأيام التي كانت عليه سابقا، هل يلزم أقاربه أن يقضوا عنه؟ اللزوم ما يلزمهم، لكن يستحب لهم أن يقضوا عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم.